نكمل مع بعض رسالة بطرس الرسول الثانية الإصحاح رقم 2. احنا نخلص الإصحاح رقم 2 النهاردة بإذن يسوع، وكنا قايلين إن الإصحاح رقم 2 بيتكلم عن صفات الأنبياء الكذبة وعقبهم، واتكلمنا المرة اللي فاتت على ظهور الأنبياء الكذبة وعقاب الأنبياء الكذبة، وقلنا إن الله بيعلم الأتقياء الموجودين أيام الأنبياء الكذبة الغير مستجيبين لأقوالهم. علشان كده مهمة قوي إن الأنبياء الكذبة أو الناس اللي هم بيدعوا النبوة، بيدعوا النبوة، يعني من هو النبي؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت، النبي هو الذي يضع الله كلمات على لسانه لكي يتنبأ بها للآخرين. الله لا يضع كلماته على لسان أي واحد، لكن الذين لهم علاقة شخصية به. طب لو جه حد وقال لي أنا هقول لك ربنا عايز يقول لك إيه، ويبتدي يتكلم معايا على نبوة جاية لسه في المستقبل، وخصوصا إن في كنائس كتير بتتكلم في الموضوع ده، تقول لك أنا يعني الكتاب بيقول إن في أنبياء في وسطينا فأنا هتنبأ لك على الأيام اللي جاية، ويبتدي يتكلم على لسانه هو الشخصي بنبوات. طبعا مش أي حد يعمل ده، هقول له أهلا وسهلا أنا مصدق كلماتك، مش هينفع. ما يجيش أي حد في أي كنيسة تانية ويقول ده راجل يعني رائع في علاقته مع الله ودوت إنسان بيقول نبوات، أنا ما أقدرش أصدق. ليه؟ لأن أنا ما أعرفش الشخص اللي قدامي دوت صفته إيه، هل له علاقة مع الله ولا ما لهوش علاقة. ممكن يبقى في الكنيسة بوش وبره الكنيسة بوش تاني مختلف تماما، يبقى أنا ما أقدرش أصدق أي حد يقول لي الكلام ده. وخصوصا أني في الفترة الأخيرة بقت في ناس زي كده كتير، عشان كده هو بطرس الرسول ابتدى يتكلم في الإصحاح رقم 2 على الشخصيات اللي زي دي، أني ما نكونش سامعين بكلماتهم ومصدقين بها 100%، لكن دقق دقق في كل ما تسمعه، دقق في كل اللي انت بتسمعه. إن كانت في أمور انت حاسس إنها غريبة عليك والأول مرة إنك انت تسمعها، من فضلك اوعى تسكت. مهم قوي إنك تقول الشخص ده قال فكرة معينة، اوعى تقبلها بسرعة، لكن روح لأب اعترافك قل له أنا سمعت الفكرة دي، إيه رأيك فيها؟ لو كانت غلط قل لي عشان أقدر أروح وأواجه الشخص ده وأقول له فكرتك غلط، أو على الأقل أنت المسؤول عن الكنيسة بتاعت والشخص هو اللي قال الفكرة دي، فبالتالي أنك أنت تعرف هو قال إيه فتقدر توجهه. فمهم قوي ان انا اكون مدقق في كل ما اسمعه. لكن هنا اتكلم بطرس الرسول وقال بالرغم ان في عقاب للانبياء دول، لكن الله يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربه ويحفظ الاثم الى يوم الدين معاقبين. يبقى الأثمة يقصد بيها الناس الذين ادعوا الايه النبوة،
هم دول اللي ليهم الوقت بتاع الدينونة، لكن الله يحفظ الأتقياء من التجربة الذين يقعوا في فخ هؤلاء الناس. صفات الأنبياء الكذبة، أول حاجة ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة. أول نقطة وهي بيتكلم عن الصفات بتاعت الأنبياء أو صفات الذين يدعون النبوة، إنهم يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة، يعني سالكين حسب الجسد بتاعهم، يعني زي ما الجسد بتاعهم يوجههم بيوجههم، وهم مستفيدين من النبوة اللي هم بيقولوها للناس، وهم مستفيدين بالوضع العام اللي في الإطار اللي بيحطوه الناس ليهم، لأنهم بيتنبأوا بيقول لك الشخص ده رائع، فهو بياخد مجد، أحيانا بيطلب مجد لذاته، وأحيانا كمان إن هو بيحتاج إن حد يعضده ماديا، فدي وسيلة، فبيسلك حسب الإيه؟ حسب الجسد، يعني على حسب هواه الشخصي، على حسب ذاته هو، على حسب رغباته الأرضية كمان، هو بيدور إزاي يرضي جسده. دي صفة نمرة واحد. يبقى أصبح كده في الصفة الأولانية ليس للروح دخل فيها، لكن مين المتحكم؟ الجسد. الجسد هو اللي في الصورة، الجسد هو اللي في الصورة. هو في ناس بالصورة دي؟ في ناس بالصورة دي، في ناس عايزة وضع اجتماعي فبتحط نفسها قدام الناس وبتقول لهم يا جماعة بصوا أنا قد إيه رائع جدا. طبعا هو عايز ذاته تكون ظاهرة في الإطار، عاوز صورته تكون موجودة في قلب البرواز، عايز البرواز بتاعه يكون ظاهر لكل الناس. خد بالك دي حتة فيها كبرياء. لكن النبي دائما ليس متكبر، لكن الناس اللي زي دي الذين يدعوا النبوة هم متكبرين. ليه؟ لأنهم بيرضوا إيه؟ زواتهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يستهينون بالسيادة، قاصرون، معجبون بأنفسهم، يعني بيستهينوا بالسيادة. يعني إيه يستهينوا بالسيادة؟ وخصوصا أنهم معجبون بأنفسهم، يعني أنفسهم هي الأولى وليس اللي ليهم السيادة، اللي ليهم الوضع، الإطار اللي محطوطين فيه أصلا، اللي الكنيسة مصدراهم لينا. الكنيسة مصدرة لينا مين؟ الآباء الكهنة. مصدرة لينا مين؟ الأساقفة. مصدرة مين؟ البطرك. فدي السيادة. لكن هنا يستهينون بالسيادة، يعني بيحس إنهم هم أعلى منهم. والكنيسة عاوز أقول لكم إني على مر العصور عدى عليها ناس زي دي، طلع واحد وقال البابا شنو ده هو البطرك، ليه أنا كمان ما كنتش إيه بطرك؟ فحط ذاته هو الأول. صحيح كان أول دفعته وهو ذكي وعنده إمكانيات كبيرة، لكن الذات دخلت في الموضوع. الذات دخلت في الايه؟ في الموضوع. مين ده؟ ماكس ميشيل. على فكرة كان
كان موجود هنا لكن اطرد من هنا. ليه؟ لأن في أفكار غريبة، في أفكار إيه؟ غريبة. فكل شخص له أفكار غريبة لابد أنه إيه؟ تتجنبه الكنيسة. لكن طول ما حد قاعد في قلب الكنيسة ولسه متواجد يبقى ما عندوش أفكار إيه؟ غريبة. ليه؟ لأن هو بيتكلم بكلام الكتاب نفسه، لكن اللي بيتكلم بكلام إنساني هو دوت اللي لابد إنه يتوقف. اللي زي دول بيستهينوا بالإيه؟ بالسيادة. طلع قال كلمات، طلع قال أفكار، طلع قال أنا بطرك زي البطرك اللي موجود، وعمل نفسه بطرك وعمل لنفسه قناة والقناة وقفت وحاجات كتير زي كده. ليه أتباع؟ ليه أتباع بينفذوا الأفكار بتاعته أو بيميلوا بالجسد بتاعهم ناحية الأفكار الجسدية بتاعته. فدائما الذين يستهينون بالسيادة هم جسورون، يعني إيه؟ حاسس إن هو قوي، بيستند على أدلة كبيرة، لكن طالما هو معجب بنفسه، طالما هو معجب بنفسه لابد أن إيه؟ يسقط. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح الإنسانية دي. يحس إن روحه الإنسانية دي هي العالية، لا هو ده اللي هيقع. فيستهين، يستهين بالسيادة. دي نمرة إيه؟ اتنين، لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأبجاد، حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم، لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. في أحكام افترائية على شخصيات لها السيادة. أنا ما بحكمش على الناس اللي هم بيتكلموا بأفكار غريبة، أنا بقول خدوا بالكم، خدوا بالكم من الأفكار اللي بتتعرضوا ليها، سواء كانت شخصيات من داخل الكنيسة أو من خارج الكنيسة. لأن في شخصيات زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت هم برضو يعتبروا أنبياء كذب، بالرغم أني مسكين كتاب مقدس زي اللي في إيدينا وهم شهود ياهو، يدخلوا البيوت ومسكين الكتاب، وأحياناً مش بيمسكوا الكتاب ويقول لك هاتي الكتاب اللي معاك، أحسن تقول الكتاب اللي معانا إحنا ضايفين فيه أو محرفين فيه، ويبتدوا يلعبوا بأفكارك بآيات من هنا وهناك، وإنت تقول ده صح. إنت بتقول ده صح ليه؟ لأنك إنت أصلاً مش عارف تسلسل الآيات. انت لو خدت آية من اللي هم بيتكلموا فيها وكملت بقية الإصحاح هتقدر تجاوب عليهم، لكن هم بيلحقوا نفسهم علشان في فكرة معينة في ذهنهم عاوزين يوصلوها ليك، يبتدي ياخدوا الجملة دي من هنا ويقطفوها بسرعة ويروحوا الجملة التانية. اللي بيحصل هنا بيربطوا آيات بطريقة معينة، لكن خد الكتاب جملة واحدة. سيدنا البابا شنودة كان يتكلم ويقول كده، ما تقطعش آيات، خد سياق الأحداث كلها. فيبتدوا يلعبوا بالأفكار. طب لما يدخلوا لك بلعبة الأفكار دي خد بالك كويس، لازم تسأل. لكن ما تجيش على شخص له علاقة مع الله وتبتدي تفتر عليه وتطلع حاجات كتيرة عليه. خد بالك مالكش دعوة بحد،
أنا بقول لك خد بالك من الأفكار، لكن مالكش دعوة بحد. ده بيقول ده ما بيقولش، ما تقولش ده حلو وده وحش، مالكش دعوة. خليك في نفسك، خليك في علاقتك مع الله، لا تدينه لكي لا تدانه. الوحش وحش لنفسه والحلو حلو لنفسه. فخد بالك، خد بالك من اللي بيتقدم لك. صفات الأنبياء الكذبة نمرة ثلاثة، إما هم فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك. دول حيوانات إيه؟ غير ناطقة. الحيوان هو حيوان وليس إنسان، لأن الإنسان يمتاز عن الحيوان إنه إنسان إيه؟ عاقل، لكن الحيوان غير عاقل. فهنا أصبح إن الذين يدعوا النبوة هم إيه؟ جاهلين، جاهلين وليس إيه؟ عاقلين. علشان كده هنا شبههم كالإيه؟ كالحيوانات. اللي من أجل أكلة معينة ممكن يعمل أي حاجة، هو حيوان بيجري ورا اللذة بتاعته، بيجري ورا اللذة بتاعته. لو عندك بوبي في البيت وبتربيه، تلاقيه أي حتة بتحط فيها أكل يعمل إيه؟ يجري يروح عليها. هو بيروح ورا الجسد بتاعه، بيروح ورا الجسد بتاعه. فهنا الناس اللي زي دي بتجري ورا الجسد. الجسد فيه أفكار كتير وفيه متطلبات كتير. الجسد عاوز يترضي بحاجات كتير. انت عايز ترضي بإيه؟ ما انت بترضي جسدك بطريقة غير اللي جنبك بيرضي جسده. كل واحد بيرضي جسده بطريقة معينة، واللي انت بتطلبه غير اللي غيرك بايه بيطلبه، لكن الجسد ليه متطلبات. فهم زي الحيوانات غير الناطقه، مولوده للايه؟ للصيد والهلاك. يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فساده. يبقى أصبح هنا النقطة الأساسية في الموضوع إنهم بيفتروا على اللي هو إيه؟ ما يعرفوهوش. هو ما يعرفش أبونا فلان، لكن بيفترى على أبونا فلان. ليه؟ عشان يكون هو اللي في الصورة، هو اللي في الإطار. فانت لما يقول لك كده انت تسد ودانك، سد ودانك، مالكش دعوة. ابونا وحش، وحش لنفسه، بس هاجي لغاية عنده وهبوس ايده، وهاجي لغاية عنده واخد الجسد والدم. وحتى لو وحش، مين فينا حلو؟ مين فينا حلو؟ مفيش حد حلو، كلنا في الموازين الى فوق. يعني احنا ضايعين. انت بتبص لغيرك ليه؟ يعني انت اللي حلو، انت اللي صورتك جميلة، مين فينا صورته حلوة؟ طب ما تبص لنفسك من انت شاب لغاية دلوقت، كم غلطة عملتها وممكن ما كنش حد عارف؟ كتير كتير. يبقى انت مش حلو، يبقى انت مالكش دعوة بحد. حلو حلو، وحش وحش، انت مالكش دعوة. بص لنفسك في المراية، بص لنفسك في المراية قبل ما تقول للحد انت وحش. بص لنفسك في المراية، ده مهم قوي. آخذين أجرة الاسم الذي يحسبون تنعم يوم لذة أدناس
وعيوب يتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم. ايه ده ايه ده الموضوع دي؟ الصفات بتاعت الناس اللي زي دي بيجروا وراء الايه؟ اللذة بتاعتهم. طب يجروا وراها ازاي؟ يعمل وليمة. فهو عاوز يرضي ذاته. طب يرضي ذاته ازاي؟ طب ما هو معاه فلوس او عايز فلوس، اعمل وليمة واخد من الناس اللي موجودين ايه؟ فلوس، او اخد منهم اكراما لذاتي، او اخد منهم مكانة لنفسي. هو في كده؟ اه، في ناس بتجري ورا اللذة بتاعتها، زي عيسو لما باع بكوريته عشان لذته، عشان طبق العدس. مع ان طبق العدس دوت لو حطيته قدام اي حد دلوقتي يقول لك يا عم احنا مش في صيام، حطيت لي طبق عدس ليه؟ يعني كانه مرتبط بالصيام بس. لكن الرجل دوت كان معجب بطبق العدس، فمش مشكلة البكورية بتاعتي، أنا بجري ورا الجسد بتاعي، ورا اللذة بتاعتي. فيعمل إيه؟ يعمل وليمة. ولما يعمل الوليمة دي يوقع ناس كتير في الإيه؟ في الفخ. لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة. لهم عيونا مملوءة فسقا، يعني عيونهم بتبص يمين وشمال، تبص يمين وشمال بتدور على اللي هتقع عليه المصيادة. وياما ياما سمعت عن ناس كتير كانت بالشكل ده. قريت مرة في كتاب ان في كان احد الخدام كان بيحاول يكرز ويبشر، ده حاجة رائعة قوي، وذهب الى جنوب افريقيا وابتدى يبشر كتير. لكن في فترة من الفترات وقع هذا الرجل في فخ ومصيدة إبليس، فابتدى هو ليه سكرتيرة وليه ناس وخدام ودنيا تانية، فابتدى هذا الرجل يقع في الخطيئة مع السكرتيرة بتاعته، وهو واقف قاعد بيتكلم وعادي، والموضوع بالنسبة له عادي جدا كأن ما فيش أي حاجة. جاء ربنا واتكلم معاه في يوم من الأيام وقال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إزاي بتقدر تقف قدام الناس وتقول لهم أفكار الكتاب وأنت أصلا أنت أصلا بتدور على لذتك؟ إزاي؟ أنت ما تكملش، أنت إيه؟ ما تكملش الخدمة بتاعتك. قال له ازاي بس ما كملش؟ يعني انا اقطع المسافات دي عشان ما كملش؟ قال له لما تتوب وترجع وابقى ابتدي اخدم مرة تانية، ما تدورش على لذتك، لكن لما تيجي تخدم دور على ارضاء الله. ازاي ترضيه؟ مش ترضي نفسك، لا، ترضي الله. الخادم كان أمين مع نفسه، ابتدى يقف وقفة جدية، يقف عن الخدمة، سلم الخدمة بتاعته للي بعده. قال له أنت اللي هتكمل، أنا هقعد كده مع الناس. وقعد فترات بعد كده طويلة في الموضوع دوت لغاية ما قدم توبة وابتدى يخدم تاني ويتوب. لكن لما خلى لذته الحقيقية هو إرضاء الله وليست جسده، اللي حصل ابتدى يقف على رجله مرة تانية. نقطة رقم
5 خادعون الناس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة. إيه ده هنا بقى؟ شفتوا الموضوع وصل لإيه؟ إنهم ابتدوا يكونوا إيه؟ مخادعين. مخادعين. يبقى الناس اللي زي دي هي مخادعة، تخدع الناس، بتقدم لهم الحلو لكن جواه سم، في أمور رائعة جدا لكن في سم في الداخل. أنا هقدم لك رونق وبريق وجمال حلو قوي، لكن خد بالك ده في سم، هذا الدواء فيه سم إيه؟ قاتل. خد بالك، ما تنبهرش، اوعى تنبهر. ولو انبهرت بص للأفكار اللي بتتقدم لك، بص للكلمات اللي بتتقدم لك، هل هي كلمات الكتاب ولا هي كلمات أنفسهم؟ عشان كده في كنائس اجتماعية وليست كنائس روحية، في كنائس بتهتم بالناحية الاجتماعية، ازاي اربط الناس ببعض، ازاي اعرف الناس ببعض، ازاي اخليهم جروب واحد يتصلوا ببعض، لكن الناحية الروحية غايبة عن الموضوع. ولو موجودة الناحية الروحية في الموضوع تبقى بكم ايه؟ قليل. لكن اهم حاجة انهم منبهرين بنفسهم. ازاي يخدعوا الناس دي؟ ده فكر. انا فاكر كده ولد من اولاد فصلي زمان، لما تقريبا كان في الثمانينات، كان الولد دوت كان بيحضر معنا في الكنيسة هنا، وكالتسعينات كان في الثانوي، وابتدى يجروه يقولوا له تعالى، وخدوه. ولما خدوه في الكنيسة التانية ابتدى يبهروه، ابتدوا يحطوا له الحاجات اللي ناقصاه، ده كده اسمها خداع. حطوا له إطار معين. ايه هو الإطار؟ انت في ثانوي يا حبيبي مفيش اختلاط، في كنيستك الولاد لوحديهم والبنات لوحديهم، طيب هنا عندنا الاثنين ايه؟ مع بعض ماشيين في خطة واحدة، اتعرف يا حبيبي زي ما انت عايز. الولد اتبسط. انا بمهد له الطريق. حبة كمان، انت ما عندكش في الكنيسة ملعب كورة، لكن احنا عندنا هنا ملعب ايه؟ كورة. اقعد بهروه، قدموا له اللي ناقصه، لكن امكانياته الروحيه كانت ايه؟ قليله. الولد غاب اسبوع اثنين ثلاثه، لما غاب اسبوع واثنين وثلاثه ابتدينا نسال على الولد. الخادم اللي معايا راح له يسال عليه، قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ في حد يروح للناس دي؟ الناس دي وحشه، الناس دي مهرطقه، الناس دي فيها وفيها وفيها وفيها. كبرت مع مين؟ مع الولد. قعد في ايه؟ قعد تقريبا عجبوا المكان فقعد، بطل يجي. رحت له البيت بتكلم مع الولد، قال لي هناك في كل حاجة، في كل حاجة. قلت له زي بعض، وايه المشكلة؟ انت عاجبك المكان؟ قال لي وانا بصراحة انا مش جاي كنيستنا تاني. قلت له انت مش عايز تيجي تاني؟ قال لي قلت له ما تجيش. انبص لي كده، ازاي ما تجيش؟ ده الاستاذ بالتاني بيقول لي ده فيهم وفيهم وفيهم، انت بتقول لي ما تجيش. قلت له لا ما تجيش حبيبي، طالما عاجبك المكان هنا بس في شرط. قال لي ايه؟ قلت له اولا لازم يكون عندك اب الاعتراف موجود والقداس ايه؟ موجود. انا هعدي عليك اخدك في القداس وهعدي هشوفك بتعترف ولا لا. قال لي ماشي انا موافق. قلت له بس خد بالك. قال لي ايه؟ قلت له هجي لك الكنيسه ديت هشوفك بتحضر ولا لا. قال لي هتجي فين؟ قلت له هجي لك الكنيسه دي.
المشكلة يعني لما أدخل الكنيسة دي؟ هاجي لك الكنيسة أشوفك بتحضر ولا لا، منتظم ولا لا؟ قال لي أنا موافق. قلت له خلاص. عدى أسبوع والتاني رحت له الكنيسة في وقت مدارس الأحد، فطلع لي الولاد قاعدين والبنات قاعدين مع بعض، وكل ولد جنبي بنت، ومش قاعدين كل ده في صف وده في صف، لا كانت العملية يعني إيه مختلطة يعني. فالخدام شافوني أنا داخل كده حد غريب يعني، فقول لهم أنا جاي أسأل على فلان هو موجود ولا مش موجود، قالوا لي لا موجود أهو. حضرتك مين؟ قلت لهم أنا من كنيسة مريمينة وأنا جاي أطمن هل موجود بيحضر ولا لا. أم فندهوله قالوا له ده الخادم بتاعك في الكنيسة، قالوا لهم آه. قلت لهم أنا جاي بس أطمن عليه بس مش أكتر منكم، سبته ومشيت. خدت القداس معايا الأسبوع اللي بعده أسبوعين ثلاثة، بعد كده قال لي أنا مش هحضر هناك تاني. إيه اللي حصل؟ ما قفلتش عليه، ما قفلتش عليه، لكن فتحت له الايه الامور، وريت له الفرق من هنا لهنا قد ايه في خداع. اه صحيح هتلاقي امكانياتك الجسديه هنا، لكن الناحيه الثانيه في امكانيات روحيه تسمو بيك. فطبعا الامور بالنسبه له وضحت جدا. ف في ناس مخادع بتعرف تكذبك بسرعة. عندي قرايب شهود يهوى، دول حقيقي يعني، دول قرايب، دول الأصل الشهود يهوى في مصر تقريبا كمان يعني. فهم لما راحوا زاروا ناس قرايبنا برضو تاني، فالناس بسطة دخلوا لهم أول مرة بالفاكهة والحاجات زي كده، وساب لهم ظرف فيه فلوس، وإيه ده؟ ايه ده؟ ده خداع. انت ممكن تنساق ورا الخداع، زي ما هم بيرضوا نفسهم بحاجات معينة انت كمان هترضي نفسك انك تستفاد من وراهم، فتفضل موجود معاهم، وبعد كده هتلاقي نفسك اتجريت ليهم. فخد بالك من الذين يخدعونك. قد تركوا الطريق المستقيم، فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه، إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. مين بلعام؟ بلعام ابن بصور كان بياخد أجرة الإيه؟ الاسم بتاعه، الفعل اللي هو بيعمله. فطبعا كانت فيه عواقب للموضوع، لكن هو ما كانش واخد باله. لكن هؤلاء هم آبار بلا ماء، يعني آبار فاضية، ما فيش فيهم حاجة تروي، ما فيش. غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قطام الظلام إلى الأبد. قطام جاية من قاتم، يعني غامق، يعني ظلام شديد جدا، وهم دول محفوظين لده، محفوظين لده، محفوظين للظلام الشديد جدا، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل، يعني بالكلمات الكبيرة والشهوات العالية جدا، يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة. من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين إياهم بالحرية، وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن من غلب منه أحد فهو إيه؟ مستعبد أيضا، فهو مستعبد أيضا. خدوا بالكم إن هنا في الآية رقم 19 يتكلم يقول واعدين إياهم بالإيه؟ بالحرية. بيوعدوا الناس بالحرية وبيقدموا صورة للحرية، لكن هم إيه؟ فاسدين، فاسدين، وهم أصلاً
بيتغلبوا من أي شهوة، لأن ما انغلب منه أحد فهو له مستعبد. إيه؟ أنت اتغلبت من شهوة معينة، يبقى أنت إيه هتفضل إيه؟ مستعبد ليها. لأنه إذ كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتكبون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر شر من الأوائل. يعني الناس اللي زي دي البدايات الأواخر بتاعتهم نتيجة سقوطهم في الخطية بقت أشر من الإيه؟ من اللي لسه واخدين علاقة مع الله. يقول عنهم إيه؟ لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق الإيه؟ البر. أنا ربت خلص، كان أفضل ليهم إنهم ما يعرفوش ربنا من البداية، على الأقل هم كده كده واعين، لكن إنهم يعيشوا مع الله وبعدين ينساقوا وراء الخطية بشهوات كتير، فكده ليهم دينونة أكبر. ليه؟ لأنهم يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. ويجي رح يديني مثل هنا، فقد أصابهم، أصابهم إيه؟ ما في المثل الصادق، قلب قد عاد إلى خيئه. يعني عاملين زي الكلاب اللي بترجع للقيء بتاعها وبتاكل مرة تانية. يوري لك قد إيه نجاسة هؤلاء الناس، ويديني نفس المثل بس بطريقة تانية، خنزيرة مختسلة إلى مراغة الحماء. يعني في ناس قد إيه قد إيه هي عايشة في النجاسة، قد إيه عايشة في النجاسة. ودول الناس اللي هم الأنبياء الكذبة أو البعيدين عن الله. مش عايزة أدخلها في سكة أنبياء كذبة مع أن الكتاب حطها كده، لكن على الأقل أن في ناس كتير ماشية في السكة دي. فخد بالك، مهمة قوي أنك تروح تقدم توبة، تعترف وتروح تسقط في مخدعك أمام الله وتتوب وتتقدم، علشان تقدر تاخد جسد الرب ودمه وتعيش حياة جديدة في داخلك. احنا كده نكون خلصنا تقريبا الإصحاح الثاني، وبقينا الإصحاح اللي بعده، فنعيش في الإصحاح اللي بعده بقرايات في خلال هذا الأسبوع لكي نتعلم أكثر وأكثر. ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.